الثاني أن زينة العمل لعرضه على الله جل وعلا الصيام، فإن الصيام له عند الله تعالى خصوصية ومزية دل عليها هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فما زين العمل بمثل الصيام لمن أحسن الصيام. وجاء في الحديث القدسي الصحيح أيضا ما يؤكد ذلك، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاختص الله جل وعلا الصيام دون سائر الأعمال بأنه له، وجعل جزاءه عليه: وحسبكم بعمل جزاؤه على أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وخير الرازقين. فلهذا ينبغي المؤمن أن يعرف الصيام شأنه وقيمته.